بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنسات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنحل مجموعة من الأسئلة المجمعة من اختبارات الأعوام السابقة على يونت 6 من كتاب بتويبت. هنحل مجموعة من الأسئلة على الوحدة الستة من كتاب بتويبت، ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، أول حاجة عندنا في بيج 41 في صفحة 41 عندنا مجموعة من ريأرينج جمل ترتيب، هرتبها الأول مع بعض وبعد كده نكمل باقي الأسئلة. أول جملة في الترتيب هتبقى she can't lift it by herself. she can't lift it by herself، هي لا تستطيع أن ترفعها بنفسها أو بمفردها. number two، you can move the base over there، أنت تستطيع أن تنقل آلة البيس هناك. number three، what is your favorite song، ما أغنيتك المفضلة. number four، can I help you، هل يمكنني مساعدتك. number five، روان played the trumpet happily، روان عزفت على آلة الترومبت بسعادة. number 6، how did he play the flute، كيف هو عزف على آلة الفلوت. نشوف بقى الأسئلة اللي بعد كده. بعد كده listen and circle، يعني استمع وضع دائرة. هنا بقى الجملة اللي بنسمعها في كل number بنعمل عليها circle دائرة. number 1، I played the flute well، letter B. number 2، he played the drums well، letter A. number 3، what are you doing، letter B. number 4، can I help you، letter A. بعد كده listen and complete، يعني استمع واكمل. هنا بقى الكلمة اللي بنسمعها بنكتبها في النقط. عندنا ديالوج حوار بين هبة ولميس. هبة بتقول لميس هاي لميس مرحبا يا لميس. الكومة اللي قبل كلمة لميس بمعنى يا، لما اقول هاي لميس يعني مرحبا يا لميس. what are you doing، ماذا تفعلي. ردت لميس على هبة وقالت لها I am cleaning my bedroom، انا انظف غرفة نومي. فهبة قالت لها can I help you، هل يمكنني مساعدتك. ردت عليها لميس وقالت لها sure، بالتأكيد you can move this chair، انت تستطيع ان تنقلي هذا الكرسي. بعد كده هبة بتسأل لميس سؤال، بتقول لها where can I put it، اين استطيع ان اضعه. ردت لميس على هبة وقالت لها over there، هناك، by the window، بجوار النافذة او الشباك. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D، اختر الاجابة الصحيحة. number 1، put it over there by the window، بمعنى ضعيها هناك بجوار النافذة. number 2، they played the cello happily، هم عزفوا على آلة تشيلو بسعادة. number 3، she played the flute quietly، يعني هي عزفت على آلة الفلوت بهدوء. طبعا احنا كده بنختار الحال علشان بنصف الافعال. number 4، my grandfather is very old، يعني جدي عجوز جدا. he walks slowly، هو يمشي ببطء. number 5، the chorus، يعني مجموعة الكورال، sang a lot of songs، غنوا الكثير من الاغاني. number 6، the students at Cairo school gave their spring performance، يعني الطلاب في مدرسة القاهرة give their spring performance، يعني يقدموا عرض الربيع. بعد كده rearrange الترتيب. أول جملة في الترتيب هتبقى he is getting ready for the concert، يعني هو يستعد للحفل الموسيقي. number 2، ليلى
is hitting the drums، يعني ليلى تدق على الطبول. دي كده جملة في زمن المضارع المستمر. بنبدأ بالفاعل، عندنا ليلى مفرد، يبقى ليلى is، احنا قلنا is مع المفرد في زمن المضارع المستمر، الهي والشي والاس والاسم المفرد بياخدوا is، وبعد كده الفعل اللي بنضيف له اي ان جي. هيت من الافعال اللي بضاعف فيها الحرف الاخير قبل اضافة اي ان جي، وبعد كده باقي الجملة. يبقى ليلى is hitting the drums، يعني ليلى تدق على الطبول. نمبر 3، did your class perform a play، يعني هل فصلك مثل المسرحية؟ يبقى كده ده سؤال بدأ بفعل مساعد. السؤال لما بيبدأ بفعل مساعد، أول حاجة فعل مساعد، وبعد كده فاعل، وبعد كده فعل أساسي، وبعد كده باقي السؤال. Did your class perform a play؟ Number 4، did he play the recorder sadly؟ يعني هل هو عزف على آلة الريكوردر بحزن؟ برضو عندنا سؤال بدأ بفعل مساعد، يبقى أول حاجة فعل مساعد did، وبعد كده فاعل he، وبعد كده فعل أساسي play، وبعد كده باقي السؤال. the recorder sadly، هل هو عزف على آلة الريكوردر بحزن؟ بعد كده علامات الترقيم، في number 1 ال N في no هننزلها capital، وهنكتب الجملة كلها بخط كويس، وفي الآخر full stop. No he wasn't watching TV، دي كده جملة منفية في زمن الماضي المستمر. يبقى أول حاجة ال N هننزلها capital، وبعد كده في الآخر full stop. Number 2، ال W في what، اللي ايه في احمد كابيتال، هتفضل كابيتال زي ما هي، وفي الاخر كويستشن مارك علشان ده سؤال. الجمله بدات بكلمه استفهام وات، يبقى لازم نضع في النهايه كويستشن مارك علامه استفهام. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو فاتكم اي حاجه من الفيديوهات اللي فاتت، ادخلوا على قوائم التشغيل اللي موجوده في القناه من فوق، واختاروا قائمه التشغيل سنه 6 من كتاب بيت باي بيت، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات اللي نزلت بالترتيب، سواء شرح الدروس أو حل الأسئلة. كل الفيديوهات موجودة بالترتيب على قائمة التشغيل، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحة إنجليزي من الصفر، برضو بنزل عليها فيديوهات شرح وحل، اسم الصفحة إنجليزي من الصفر. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.